ازيكم يا شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نبدأ شابتر اسمه Public Health Surveillance. Surveillance، كلمة Surveillance معناها استبيان. ازاي اعمل استبيان حوالين مثلا مرض معين، حالة معينة، او وضع طبي معين عندنا، فعايزين نعمله Surveillance يعني استبيان. بنتبع بعض الخطوات او العناصر عشان اوصل لاستبيان سليم. ايه هي اول حاجة بقى؟ اول حاجة خالص بعمل collection، بجمع معلومات عن الموضوع collection. بعد كده ببدأ احلل المعلومات اللي انا خدتها، بعمل حاجة اسمها analysis. بعد الاناليسز ببدأ بقى ارتبهم وفنطهم وبعد كده انشرهم. الترتيب والتفنيط والحاجات دي بيسموها interpretation. ماشي. بعد كده ببدأ انشر هذا الاستبيان على الصحف والمقالات والحاجات دي. في اخر خطوة اسمها dissemination. تاني كده، عشان اعمل استبيان او سيرفيلانس صحيح فانا يجب ان اتبع بعض هذه الخطوات. اول حاجة بعمل كوليكشن للداتا، بعمل كده. بعد كده حاجة اسمها اناليسيز، ابدأ احللها، ابدأ اتفاهم واشيل الغلط واحط واعمل النظريات والحاجات دي انتربريتيشن. في الاخر خالص ابدأ انشرها عن طريق قناة حاجة اسمها ديسيمينيشن. وانس اللي انا عملت الاربع حاجات دول، يبقى انا عملت ما يسمى بالسيرفيلانس. فأول سؤال في الامتحان definition of surveillance ده معناه collection, analysis, interpretation و dissemination of health data، ونقطة كده خلصت surveillance كdefinition. يجي سؤال مهم جدا، يقول ايه هي الobjectives؟ يعني الobjectives يعني ايه هي الاهداف؟ الobjectives يعني الاهداف بتاعة الاستبيان. انا ليه اصلا بعمل استبيان؟ والله انا بعمل استبيان لسببين رئيسيين يا عم. ايه هما؟ اول حاجة اللي انا اواكب واعرف الهيلث ستيت، الحالات المرضية والايفنتس اللي بتحصل، تمام، بعمل لها مونيتورينج، تحسين وتعديل وتظبيط. تاني حاجة بعمل، من لما اعمل للصحة واعرف المرض واعرف الحاجات دي كلها، فانا في الاخر بعمل مونيتورينج للبابليك هيلث، تمام، للبابليك هيلث اكشنز. بحسن من لما احسن الصحه واخد بالي منها، يبقى انا كده بحسن الصحه والافعال، يعني اللي هي الصحه والنشاطات بالنسبه للشعب كله. من لما احسن المستشفيات واعرف الديزيزز واعرف الامراض واجمعها والكلام ده كله، واعرف التغيرات اللي بتحصل للايجنت والهوست والانفايرومنت، وادرس الحاجة بصحيح، هبدأ بعد كده اللي انا ده هيساعدني اللي انا اساعد الصحة للناس كلها، يعني اخلي الناس كلها في صحة جيدة. يبقى لو قال لك ايه هي الobjective of the surveillance system، تقول والله healthy، بعمل monitoring الحاجتين للhealth events وبالتالي للpublic health actions. يعني ايه بقى كلمة monitoring للhealth events؟ monitoring للhealth events يا جماعة معناها اللي انا بعرف الديزيز، تمام، وبعرف التشينجز اللي بتطرأ. يعني مثلا انتشر بسرعة كبيرة، مات 15 واحد، بسجل كل الحاجات دي كلها، وبعرف الايجنت وبعرف التغيرات اللي سببت في الايجنت والهوست والانفايرومنت، اللي هم اللي احنا خدناهم حاجه اسمها ابيديميولوجي ترياد. وبالتالي بعرف من خلال هذه الاشياء اللي هو الديزيز والتشنجز اللي بتحصل والايجنت والهوست والانفايرومنت، بعرف ايه هي الايفنتس اللي حصلت. بعد كده ببدا اعمل ايه؟ بعمل ثلاث حاجات. بعمل انفستيجيشن، تمام، وبعمل كنترول، وبعمل بريفنشن. وده من خلال التلاتة دول بيساعدني ان انا اعمل public health actions. يبقى لو جالي في الامتحان
ايه هي الاوبجكتس بتاعت السيرفلنس؟ بنظم الصحه، احداث الصحه العامه من خلال دي ايدنتيفاي ذا ديزيز اند ايدنتيفاي، اعرف اللي تشينجز ذات اوكير تو ذا ديزيز اند ايدنتيفاي الايجنت والهوست والانفايرومنتال تشينج. رقم 2 اقول له مونيتورنج للبابليك هيلث اكشن عن طريق اللي انا بعمل انفستيجيشنز فحوصات كنترول لهذا المرض عن طريق مثلا برش الناموس اللي جاي لي ده، وبعمل بريفنشن اجراءات وقائيه اللي هي البرايمري والسكندري والترشري على حسب المرض. تمام كده؟ فانت بتكتب مونيتورنج لكذا مونيتور كذا، وتحت كل واحده 3 جمل، يبقى انت كده خلصت الاوبجكتيف اوف السيرفيلانس. تاني كده بقى، اول سؤال ديفينيشن اوف السيرفيلانس هو عباره عن 4 كلمات محدش ينسى: كولكشن اند اناليسيس و interpretations و dissemination of health data. طب ايه هي الobjectives؟ يعني ايه هي اهدافه؟ والله حاجتين monitoring. اول حاجة يا باشا، بعمل monitoring للhealth events عن طريق 3 حاجات: identify the disease, identify the changes that occurs to the disease, identify the agent والhost والenvironmental factors. طب في الاخر حاجه بعمل حاجه اسمها مونيتورنج للبابليك هيلث. للبابليك هيلث عن طريق ايه؟ عن طريق 3 حاجات برضو. الثلاث حاجات دول انفستيجيشن كنترول اند بريفنشن. وخلص السؤال ونقطه. بعد كده في عندي حاجات هتفيدني في الام سي كيو. 3 حاجات. يعني ايه suspect case؟ يعني ايه confirmed case؟ يعني ايه epidemiological case؟ بصوا يا جماعه، suspect case مثلا انا مثلا بعمل فحوصات عن مرض معين مثلا، وليكن مثلا تي بي مثلا او منينجو انكيفالايتس او الى، فانا شك لان في اعراض بينالي، يعني في كلينيكال بيزس بينالي كلينيكال بيزس بينالي على العيان، يعني مثلا عنده بعض الاعراض اللي تطابق هذا المرض، فانا شكيت في هذه الحاله، يبقى suspect only ان في عندي suspected of clinical basis، يعني حاسس كده ان هو في شويه ايه الاعراض اللي انا عندي. اما كلمه confirmed case يعني الحاله دي انا متاكد لاني عامل لها اختبارات laboratory، يعني القاعده بتاعت الاختيار بتاعتي laboratory يعني متوقفه اللي انا عامله تحاليل وعامله ده، فهي علاقه باللابوراتوري، مش مجرد اللي انا شايفه شويه اعراض، لا انا متاكد والدليل معايا تحليل معامل. اما ابيديميولوجيكال معناها ايه؟ معناها مثلا اكيس حاله مرضيه، في شخص عندي وانس ان هو يعني had contact with one or more diseased person. يعني مثلا انا عندي ممرضة اتصلت بمريض مجرد بس ان هي قابلته مرة واحدة او اكتر من واحد، سواء واحد او اكتر من واحد مش فارق معايا العدد، مدام هي عملت contact معاه بعتبرها source of infection على طول. ده بالنسبة نظر الايه؟ نظرة الببلكوية. وانس ان واحد عمل كونتاكت مع واحد او اكتر مريض يعتبر ايه؟ يعتبر بوينت سورس اوف انفكشن وخلصت. اذا دلوقتي في عندي سسبكتد كيس. يعني سسبكتد كيس؟ يعني انا شفته في كلينيكال بيكتشر مواكبه للمرض فقلت هو تقريبا ده ايه؟ ده مريض. كونفيرمد؟ لا، انا متاكد باللابوراتوري بالانفستيجيشن اللي عملتها على اللاب، اللي هو باللي عملتها في اللاب اللي هو المعمل، واتاكدت. ابيديميولوجيكال؟ لا، انا مش محتاج. وانس انه حصل له كونتاكت مع ديزيز دي بيرسون خلاص ده ناقل للعدوى. ده بس عشان خاطر تفهموا هذه المصطلحات. يبقى خدنا الديفينيشن وخدنا الكلام.
في الكولكشن اوف داتا والاناليسز والانتربشن والديسيمينيشن. ممكن يجي يقول لك سؤال تاني، انوميريشن للاليمنتس، الاليمنتس اوف السيرفلنس. بس طبعا مستبعد لان هو نفسه التعريف. التعريف احنا قلنا عبارة عن ايه؟ اربع كلمات، كولكشن صح، اناليسز، انتربشن، واخر حاجة خالص كانت الديسيمينيشن، صح كده؟ فالاربعه دول يعتبروا واحد، لو انت عملتهم في واحد اتنين تلاتة اربعه هم نفسهم الاليمنتس بتاعت الايه، بتاعت المرض ده. فما تشغلش بالك لو قال لك انه مريش الاليمنتس اوف السيرفلنس سيستم هو الديفينيشن. يا جماعه في سؤال بقى، وبتيجي بقى ام سي كيو هبل هبل كده، ايه هي التايبس اوف سيرفلنس؟ تايبس اوف سيرفلنس يعني انا دلوقتي بعمل استبيان وكولكشن وكلام من ده. انت قول لي كولكشن واناليسس وانتربشن ديسيمينيشن، يبقى انا كده عملت استبيان. قال لك في تايبس اوف سيرفلنس، في انواع للسيرفلنس، مش كل السيرفلنس زي بعضها. وده هتاخدوه ان شاء الله في العملي اصلا، ربنا يرزقكم بجروب كويس يعني تفهموا منه السيرفلنس كويس. وده كان جروبنا والله، كان صراحه جميل يعني، فهمنا يعني ايه سيرفلنس يعني، مع اني مش مستفيد اي حاجه اقسم بالله. انا اللي هو انا بشرح لكم الحاجات دي وانا متحسره على الطب والله. عندكم مثلا كتاب البابليك ده في عين شمس، مش بالقرف ده، مختصر جدا. اما احنا عندنا مش عارفه والله العظيم ايه روتين سيرفيلانس، وحاجه اسمها سنتينل سيرفيلانس، وحاجه اسمها special studies. تاني، في عندنا ثلاث حاجات للسيرفلنس، واحد اسمه روتين سيرفلنس، واحد اسمه سنتينل سيرفلنس، واحد او ما علينا يعني، وحاجه اسمه ايه special studies. السبيشال ستاديز دول دراستين بعد كده هندرسهم، بس احفظهم مؤقتا. واحده اسمها كروس سيكشنال ستادي، دراسه معينه هندرسها. واحده اسمها كوهورت ستادي، معلش سيبوهم لما يجوا يعني. الاثنين دولت لسه هناخدهم في شابتر تاني. في السبيشال ستاديز عباره عن ايه؟ تو ستاديز، واحده اسمها كروس سيكشنال، واحده اسمها كوهورت ستادي. تمام، ده بس اللي عايزك تعرفه عن السوشيال سبيشال ستاديز هنا بس. طب ايه بقى الروتين ستاديز؟ الروتين ستاديز بيحصل فيها كولكشن، وبيحصل فيها اناليسز، وبيحصل فيها انتربشن، وبيحصل فيها ديسيمينيشن. والسينيتيكال برضو بيحصل فيها كولكشن، وبيحصل فيها اناليسز، وبيحصل فيها كذا وكذا. الاختلاف ما بينهم الاثنين عن طريق الكولكشن. كل واحده فيهم ليها كولكشن خاص بيها. ازاي؟ الروتين وادي السنتينل. الروتين الكولكشن بتاعها بيحصل في الديفلوبد كانتريز، مش مكتوبه في الكتاب، زودها عشان تيجي في الام سي كيو. اما السنتينل بيحصل في الديفلوبينج الدول الناميه، ديفلوبينج كانتريز. اما دي بتحصل في الدول المتقدمه. ليه بقى؟ لو في مثلا اخباريه عن مرض معين، بيتم ارسال رساله، تتجمع هذه الرساله من كل المجتمع، من كل مؤسسات المجتمع. يعني هي عباره عن ناشونال بوبوليشن بيزد سيرفلنس، يعني بيعتمد على الناس جميعا. ناشونال بوبوليشن بيزد سيرفلنس، حيث بتكولكتد، تجمع الداتا من الاول سورسز، من كل المصادر. يعني من كل المصادر، من العيادات الكلينيكال، من البي اتش سي يونتس، من الهوسبيتالز، من زي ما قلنا العيادات، من كل المصادر الممكنه. اذا هي بتحصل في الديفلوبد كانتريز، بتحصل تاخد الداتا من ناشونال بوبوليشن بيزد سيرفلنس، يعني على مستوى المجتمع كله، كولكتد فروم البي اتش سي يونتس والهوسبيتالز والكلينيكال، واللي هو العيادات الكلينكس كلها.
اما السينيتال بتحصل في الديفلوبينج كانتريز. طبعا احنا عندنا ما تقولش ليش يعني ان المستشفيات بتاعتنا كلها ليها سيستم واحد ومتصله بالعيادات الخارجيه، لما فيش الكلام ده كله. يعني لو مرض معين عمرك ما تقدر تاخد داتا من المجتمع كله، عمرك ما تقدر تتصل او تستخدم الناشونال بوبيوليشن بيزد سيرفلنس. ليه؟ لان احنا عندنا العيادات حته حاجه والمستشفيات حاجه، غير كده ان المستشفى نفسها اللي ما فيهاش اصلا شاش ولا فيها يعني والله يعني حاجه تحسر واحد ينزل الطوارئ، كنت حالة بخيطها. فاللي انا بقوله للراجل، الواد صغير يعني خايف، لا روح يعني ياخد ابنه، روح هات شاش وهات معاك اللي هو الابره عشان خيط، اللي هو الابره خيط بيها مقاسها كذا وكذا. يعني عيب حتى ان الصيدليه بتاعت الجامعه نفسها مش يا سيدي طب حط في الصيدليه ابر والمريض يشتريها، ليه اطلعه بره يروح يشتريها؟ ليه يشيل ابنه رايح جاي بيه؟ ابنه مش قادر يمشي فبالتالي لازم يشيله، ابنه مفتوح تمام خايف عليه، يروح ليه يتشحطط؟ واحده مثلا كبيره جايه مش عارفه ايه بتاع، اطلعي الدور السادس مخ واعصاب عشان يعني الوضع عندنا سيء جدا تمام. فالمشكله عندنا ما اقدرش اعمل خالص الناشونال بوبوليشن بيزد سيرفيلانس. طب ايه اللي بيحصل عندنا لما بيحصل في ديزيز معين بنعمل له منشأة خاصة بيه؟ بمعنى يعني مثلا في مرض أصاب الناس الحوامل، احنا عندنا أصلا بعض الانستتويشنز المؤسسات الصغيرة اللي معمولة للسب جروبز بيبول. يعني مثلا في مؤسسات خاصة بالأطفال، في مؤسسات خاصة عندنا بالحميات، في مخصصات يعني في عندي احنا مقسمين المستشفيات سب جروبز. فبالتالي لو انا مثلا في حصل مشكله هروح اخد مصدر الاناليسيس بتاعتي من هذه المؤسسات فقط، مؤسسات الحوامل فقط. لو حصل ديزيز مثلا في بتوع التي بي اروح اخد من الانستتويشنز من هذه المنشات الخاصه بالتي بي فقط، بالحميات هروح اخد من اللي خاصه بالحميات فقط، وهكذا. إذن it may it in many developing countries it is not easy to use the national population based surveillance. طب بعمل ايه بقى؟ بعمل sub groups يعني groups معينة اللي هي متقسمة يعني sub groups تمام sub groups and regions معينة، اماكن معينة to be sampled، باخد منها العينة وافحص المنطقة دي بس تمام، من خلالها بعرف اللي انا احدد الانستيتيوشنز بتاعتي وريبورت سبيسيفيك ديزيز، اللي انا ابدا اعمل ريبورت ده في سبيسيفيك ديزيز حصل في المنطقة دي وكلام من ده. يبقى انا شغلي كله على نطاق ضيق جدا. اما الروتين ديت لا، ده باخد كل المعلومات الخاصه من كل الاماكن، وده طبعا مش متوفر عندنا عشان احنا developing countries طبعا. يعني في جوه سواء روتين اند سينيتال سيرفلانس ممكن يكونوا باسيف اور اكتف. يعني ايه؟ احنا قلنا ان الاثنين الروتين والسينيتال بيحصل فيهم كولكشن، بيحصل فيهم كولكشن واناليسيس، وبيحصل فيهم ايه انتربريتيشن، وبيحصل فيهم ديسيمينيشن. بس الاختلاف ما بينهم عن طريق هم كولكشن بتاعه بيحصل فين، والداتا بتاعته بتتجمع من واحده، بتتجمع من كل السورسز، واحده بتتجمع فقط من شويه سب جروبز وريجنز معينه. فالمشكلة عندي طبعا دي بتحصل في developing countries، اما التانية كويسة بتحصل في developed countries. سواء ده او ده ممكن يكونوا passive او active. يعني ايه passive او active؟ يعني ايه passive surveillance؟ يعني surveillance استبيان بيتم عمله
بدون without request، يعني الدولة ما طلبتش هذا الاستبيان، مفيش مرض خطير عندي، تمام، مفيش مرض خطير عندي أدى لهذا الاستبيان. وبتيجي في الام سي كيو زي الرز، reporting استبيان، surveillance reporting without request، من غير طلب، مفيش مثلا عندي مرض خطير ولا حاجة، لا انا بعمل استبيانات معينة. يعني مثلا انا واحد عايز اعمل استبيان عن مرض التي بي، والحمد لله مرض التي بي منقرض عندنا، بس انا عايز اعمله. اذا هو الدولة ما تطلبتهوش، مفيش مثلا انا مثلا جيت مثلا مرة واحدة حملة، يعني فجأة كده كل البلد عندها انفلونزا الخنازير، لا ببدأ في الحالة دي بطلب استبيان، الدولة بتطلب استبيان على نطاق الايه الدولة ككل، فببدأ اعمل استبيان مطلوب مني. يبقى لو قال لك without request يسموه passive surveillance. كل الحكاية اللي انا بعمل، طب انا بعمله ليه؟ for studying infections، ببدأ ادرس الانفكشوس ديزيز in a specific area. يعني مثلا انا بشوف مثلا قرية الفيوم منتشر فيها انفكشن معين، انا بعمل دراسته عشان هحاول بعد كده ان انا اقلل هذا المرض في هذه المنطقة فقط لا غير. فالباسيف اهم حاجة بعمل reporting without request for studying infection disease في بعض المناطق في specific ايه في specific area. ده بس اللي اتعلم عليه. طب انا ليه بعمل active surveillance؟ يعني ايه active surveillance؟ يعني ده مطلوب بيحصل على specific disease، يعني specific disease انتشر نفسه، فببدأ اطلب استبيان على هذا specific disease، وده ما بيحصلش غير في الحالات اللي انا هقول عليها وجمعتها في كلمة new outbreaks. خدنا مصطلح outbreak الحصص اللي فاتت. مصطلح outbreaks معناها وباء حصل لمنطقة معينة، وكنت واخدها في الابديميولوجي في حاجة اسمها الميلك بورن انفكشنز. الميلك بورن انفكشن بيحصل لمجموعة معينة في مؤسسة معينة، وافترضت مثلا مدرسة بتوزع لبن بايظ، فمجموعة الاطفال في مؤسسة المدرسة حصل لهم وباء، فoutbreaks معناها وباء ولكن في منطقة صغيرة، صح كده؟ فكلمة outbreaks. اذا لما يحصل وباء في منطقة صغيرة بطلب يحصل ده على طول active surveillance، يبقى رقم واحد في حالات الوباء، تمام. في حالات الوباء اللي هي يبقى الـ O outbreaks. طب الـ E، احنا قلنا في كلمة new، الـ E في حالات الـ eradication، تمام، والإليمينيشن. بمعنى ايه؟ انا مثلا ببدأ ان انا اغزو الناموس، ناموس اللي بيجيلي اللي جاي لي بالفيلاريا او الملاريا او الكلام ده كله، بعمله إراديكيشن، يبقى لازم اعمل ايه؟ استبيانات. طبعا بعمل استبيانات، بعمل إراديكيشن وإليمينيشن، بعمل استبيانات، يبقى ده في حالات الإراديكيشن والإليمينيشن. في ثلاث حاجات بحرف الان، لو نيو ديزيز ظهر، يعني مرض جديد ظهر، في الحالة دي لازم اعمل استبيانات واستبيان على طول new disease. او في disease ظهر بس لوحظ مثلا الديزيز ده مفروض بيوصل لي عن طريق الاستنشاق، يعني مثلا ديزيز اصاب انيمال معين، وانا الانيمال ده نتيجة اللي انا في كونتاكت معاه بالتنفس جالي المرض. لو لقيت ان هو الانيمال ده لما يموت انا لو كلت منه اللحمة يجيلي المرض برضو، يعني عن طريق الانجيشن. يعني حصل ايه؟ اكتشفت ان هذا المرض بينتقل لي بنيو مود اوف ترانسميشن، بطريقة جديدة، في الحالة دي اعمل استبيانات على طول نيو مود اوف ترانسميشن. المرض ده مثلا كان بيحصل في طنطا، فجأة لقيته في المحلة، يعني عمل حاجة اسمها نيو جيوغرافيك اريا، انتقل لنيو جيوغرافيك اريا، جيوغرافيك اريا. يبقى تاني كده، امتى بعمل اكتف سيرفيلانس؟ في كلمة نيو، نيو ديزيز، نيو مود اوف ترانسميشن، نيو جيوغرافيك ستيت، اي اراديكيشن واليمينيشن، والاو اوت بريكس. بس هذه هي الاوقات اللي انا بعمل فيها ايه؟
بعمل فيها الاستبيان بتاعي. اذا خلاصة قبل ما ندخل بقى في اخر حتة، الديفينيشن بتاع السيرفلنس هو عبارة عن كوليكشن واناليسيز وانتربريتيشن وحاجة اسمها ديسيمينيشن اوف الداتا. تمام؟ ايه هي الاوبجكتيفز، يعني ايه هي الاهداف؟ احفظ معايا بقى، الاوبجكتيفز عبارة عن حاجتين: مونيتورينج البابليك الهيلث يعني ايفنتس، والبابليك هيلث اكشنز. ايفنتس ازاي؟ اللي انا بايدنتيفاي الديزيز، ديتكت السادن تشينجز، اخد بالي من الهوست والايجنت والانفايرومنتال فاكتورز. طب يعني ايه مونيتورنج للبابليك هيلث؟ بعمل انفستيجيشن فحوصات، وبعمل كنترول للديزيز، وبعمل بريفنشن اوف الديزيز. ده خدنا ثلاثة تعريفات: suspected case يعني معناها اللي انا شاكك فيه عشان فيه بعض الاعراض، clinical basis يعني. الconfirmed لا انا متاكد باللابوراتوري. طب epidemiological اتصل بمريض عمل معاه contact بعتبره source of infection على طول. بعد كده types of surveillance، ثلاث حاجات قلنا: روتين، وقلنا سينيتل، وقلنا اخر حاجه سبيشالست. قلنا دومت واحده اسمها كروس سيكشن، واحده اسمها كوهارت. فوقك من الروتين والسنه بشكل مقارنه سريع، دي بتحصل في الديفلوبد، اما دي الديفلوبينج كانتريز، دي باخد السورس كوليكشن من كل المنطقه، اما دي باخد من سب جروبز معينه بس. الاثنين منهم الباسيف ومنهم النيو اللي هو الاكتف، يعني الاكتف ديت without request، اما ديت with request. دي without request دي بتحصل عشان بدرس some specific disease معينة، اما ده بتحصل في الحالات الاتية: في حالات new disease، new mode of transmission، new geographic area، eradication وelimination، واخر حاجة خالص outbreaks، في حالات outbreaks بس. شفت الموضوع سهل ازاي؟ ناخد بقى حتة منفصلة عنهم خالص ولذيذة الى حد ما. سؤالها صعب معلش، سؤالها يجي بالشكلين دول، يقول لك ايه هو ايه هي، بصوا كوميونيكابل، جات لنا في الدور الاول بتاعنا كوميونيكابل ديزيز under surveillance in Egypt. او يجي السؤال يقولك ايه هي الكريتيريا of communicable disease surveillance. يبقى تاني كده، ايه هي communicable disease under surveillance in Egypt elements، او يقولك ايه هي الكريتيريا بتاعت communicable disease under surveillance in Egypt. عشان اعمل سيرفلنس على مرض كوميونيكابل، واحدة تقول يعني ايه اصلا كوميونيكابل ويعني ايه نون كوميونيكابل ديزيز، اصبر عليا كده. الكوميونيكابل او النون كوميونيكابل ديزيز، نون كوميونيكابل هندرسهم بالتفصيل وهتفهموهم وكل حاجة. تمام؟ انا دلوقتي عايزاك تحفظ دي، هي بتحفظ حفظ، واكتب جنبها ليلة الامتحان، لانها من الحاجات اللي بتتنسي، مش اي حد يحفظها ويخليه فاكرها لحد الفاينل. فانت حط في دماغك ان هو سؤال امتحان، سؤال امتحان، سوري هم خمسة بس، اربعة بس. حط في دماغك دايما ان هم بتوع ليلة امتحان، ليلة امتحان، عشان ايه؟ هتراجعها في ليلة الامتحان، معلش هي سؤال رخم يعني. اول حاجة بشوف الامبورتنس اوف الديزيز، اهمية هذا المرض ليه بدرسه؟ أشوفه مهم. هل هو عمل حالات morbidity أو mortality؟ يعني morbidity، كلمة morbidity دي يعني عمل مرض، كلمة morbidity يعني عمل مرض، عمل clinical pictures للمجتمع ده. عمل mortality يعني موت المجتمع ده. يبقى أول حاجة خالص بنظر للمرض، هل هو بيعمل انكلود موربيديتي ومورتاليتي ولا لا. في امراض تعمل موربيديتي لسه مش حاده كفايه انها تعمل مورتاليتي، في امراض لا، في امراض خطيره جدا
زي الملاريا والكوليرا والحاجات دي والاتش اي في والايدز والحاجات دي كلها خطر جدا، المينينجايتس، فبالتالي المورتاليتي بتاعتهم عاليه قوي. تمام، يبقى اول حاجه بحدد الامبورتنس اوف هذا الديزيز. تمام، بعد كده مش انا لما بحدد هذا الديزيز بعمل تجاهه بريفنشن، يعني ايه وقائيات؟ اه، بعد ما بعمل بريفنشن بدرس الافكتيف، يعني مفعول البريفنشن اللي انا خدته، مفعول البريفنشن اللي انا خدته. تمام، بعد كده بدرس الابيديميك بوتنشال اوف ديزيز. يعني ايه ابيديميك بوتنشال اوف ديزيز؟ قدره الديزيز ان هو يعمل وباء، قوه الديزيز ان هو يعمل وباء، ابيديميك وباء بينتشر، بياخد مناطق كتير وبياخد حاجات كتير ولا لا. بعد كده بشوف الدوله دي عملت تجاهه انترناشونال اوف ايراديكيشن، عملت ايراديكيشن واليمينيشن، يعني تخلصت من هذا المرض، عملت له ايراديكيشن وكنترول ولا لا، واخبرت مصححه الدبليو اتش او ولا لا، عملت انترناشونال، خبر انترناشونال ولا لا. احنا رحنا فين؟ تمام، عملت انترناشونال ولا لا؟ يبقى اربع حاجات لازم اعملهم في اي كوميونيكابل ديزيز. هنفهم يعني ايه نون كوميونيكابل ديزيز ويعني ايه كوميونيكابل ديزيز، وعشان بس برضو في ناس بتبقى حابه تفهم، يعني النون كوميونيكابل ديزيز معناها الديزيزز لايك الدايابيتس ميليتس، لايك الليفر فيلير، لايك مثلا الكرونيك هارت ديزيزز. يعني الديزيزز دي مش بتنتقل من واحد لواحد، يعني مثلا ما شفتش واحد قبل كده بيسلم على واحد عنده هارت فيلير، اه انا عندي هارت فيلير انا كمان، ما شفتش واحد قبل كده عنده الضغط راح يسلم على واحد جاب له الضغط. يعني هذه الامراض لا تنتشر، اسمها نون كوميونيكابل ديزيز. اما الامراض اللي بتنتشر اسمها الكوميونيكابل ديزيز، وبالتالي لازم هذه الامراض يكون السيرفلنس بتاعها ليه خطوات معينه. اول حاجه بحدد المرض ده بيعمل موربيديتي ومورتاليتي ازاي، لازم ادرس الوقائيات اللي اتخذت قصاده اشوفها فعاله ولا لازم لازم اغير طريقه البريفنشن بتاعي، اشوفه بينتشر ولا مش بينتشر، اشوف الابيديميك بوتنشال بتاعته قدرته على الانتشار عاليه ولا لا، اشوف الاجراءات بتاعه الايراديكيشن والاليمينيشن والكنترول، انا عرفت اعمل ايراديكيشن اتخلص من هذا المرض وكنترول ولا لا. فاربع حاجات لازم نحفظهم زي اسمنا. معلش، بعد كده في جدول عندكم في الاخر خالص، هو جدول الام سي كيو. في عندنا بعض الامراض يا جماعه بنقسمهم كاتيجوري كده، كاتيجوري يعني جروب A وجروب B وجروب C. بعض الامراض وانس ان انا عرفتها موجوده في البلد الفلانيه لازم اعمل على طول اخبر منظمات الصحه العالميه في جميع دول العالم immediately، بسرعه، ده في مرض عندنا اسمه كذا immediately. في بعض الامراض ممكن يعني ويكلي، يعني في خلال اسبوع اكون يعني عملت الخبر وانتشرت، وفي بعض الامراض اخبرها مانسلي، يعني شو يعني اخد شهر على ما يعني ابلغ او لا. ايه الامراض اللي انا لازم ابلغ؟ امراض الخطيره، ودي بقى انت بتحفظها، يعني امراض زي المينينجايتس اللي هي بتاعت المخ، امراض زي البوليو، بوليو اطفال، بوليو، بوليو مايلايتس، عارفين البوليو؟ انا هناخد كل المرض ده اللي هو مرض شلل الاطفال يا جماعه، كان منتشر عندنا والحمد لله يعني تخلصنا منه. والملاريا، امراض لايك البليج، الطاعون بينتشر بطريقه فظيعه، الفيرال هيموراجيك فيفر، هتاخدوا كل الامراض دي. الكوليرا بس تيجي في الام سي كيو زي الرز، وقبل ما بتاخدوها للاسف بتيجي في الام سي كيو برده، فعشان كده. وبرده الافيان اللي هو الانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير برده، ده كلها اللي هي الامراض اللي هي
قوة وبائيتها عالية تنتشر كده، فاهمين؟ الريبز، السعار. أما بقى اللي هي بتاخد مثلا ويكلي وكده، لايك التي بي، لايك الميسلز، الحصبة المصرية، لايك البلادي دايريا، الناس اللي بيجيبوا دايريا فيها دم برضه مشكلة. طب الجروب سي، الناس اللي بيجيلهم مامبس وروبيلا. فاكرين الروبيلا؟ روبيلا ديت يا جماعة اللي هي الحصبة الألمانية، مش الحصبة المصرية. لا، الحصبة المصرية لازم ويكلي، مهم قوي تاخد بالك من دي. اما الروبيلا بتحصل الحصبة الألمانية ديت مانسلي ريبورت. وايه تاني؟ المامبس، ابو الطيش اللي هي الغدة النكافية الباروتت بتتخن كده. واي حاجة بارة بقى زي الايه، الفاشيولا والفلاريا والحاجات دي، تمام؟ والفيرال هيباتايتس برضه. فانت بتحفظ بس. طبعا انا اقول لكم عشان ما تتعبوش كتير، الجدول ده بتبص فيه مرة اتنين مثلا، بص فيه تاني، يعني كل يوم تبص عليه مرة، كل يوم كده تبص عليه مرة كده وانت رايح في الطريق وبتاع، بيثبت مع الوقت. يعني الامراض دي بتثبت، ما تقعدش بص الحتة، اقولها لك كده نصيحة، الحتة اللي بتاخد منك حفظ جامد او عايزة منك مجهود حفظ عالي قوي ما تحفظهاش مرة واحدة، احفظها اقرأها يوم، تاني يوم اقرأها تاني، تالت يوم اقرأها تالت، وانس ان هي قدامك بس كده اتكررت على دماغك في خلال المرة العاشرة تبقى ثبتت في دماغك، عمرها ما بتطلع اصلا. يعني لما تلاقي مثلا كلمة صعبة، مش انا هحفظ النهاردة الجدول ده صم، مستحيل هيثبت في دماغك، هيجي بعد شوية يومين هو لازم تنساه، لازم تنساه. فانت بالتالي هو التكرار، لقيت حتة تقيلة كل يوم بص عليها، كل يوم بص عليها، احفظها 10%، تاني يوم 20%، تالت يوم هكذا، توصل في اليوم العاشر تلاقيها 100%. تمام؟ الدرس سهل اصلا، مش محتاج حاجه، وانا فسرت لكم كل كلمه فيه، لانه بيجي سؤال الديفينيشن والاوبجكتيفز بتاعت السيرفلانس، وكمان الكوميونيكابل ديزيز دي بتيجي، والتايبس بتاع السيرفلانس، حاجات دي ام سي كيو ان شاء الله هتلاقوني ايه مغطياها كلها. ربنا معاكم يا رب، ويعينكم في البابليك. ماشي، بتوفيق.